نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. ثم تأمل مرة أخرى قوله ولله عاقبة الأمور، يتبين لك أن القوى الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل العاقبة لمن شاء والعاقبة للمتقين. ولهذا قال بعض السفهاء قال سبحان الله إذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نغلب أمريكا وروسيا؟ ها؟ نقول نعم يا سفيه، العاقبة لمن؟ لله عز وجل، للمتقين، والله هو الذي عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، ما هي لا لروسيا ولا لأمريكا ولا لإنجلترا ولا فرنسا، لله وحده عاقبة الأمور. وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية فانظر ماذا جرى للأمة الإسلامية في أول عهدها. أسقطت الدول الكبرى العظمى في عهدها، دولة الروم ودولة الفرس ودولة القبط في مصر، وظهروا على ملك مشارق الأرض ومغاربها. هذه من ناحية التاريخ. من الناحية الواقعية، زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة. في أظن قبل سنتين صار هناك زلزال وبراكين تفجرت، ذابت الجبال، الصم والبكم ذابت على الناس وأحرقته. بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فلهذا نقول إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر الذي أمامه، الأمر المادي، ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته.